وإياكم ومحدثات الأمور. كل ما والله ابتدعتها هذه الفرق كلها من المحدثات. شوفوا اليوم البدع اللي عند المدرسة العقلية، شوفوا البدع اللي عند الشيعة، شوفوا البدع اللي عند الصوفية. لا إله إلا الله. يذكرون الله عز وجل بطريق ما جاء والله لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة. ليش يا عبد الله؟ صلاتهم، كل أمورهم ما لها علاقة أبدا، كل من باب الاستحسان. ليه؟ الشيخ قال. وعندهم لقال الشيخ ها انتهى. ما يصير الدين ما يؤخذ عن الشيخ، الدين يؤخذ ها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر، والصحابة هم اللي يفسرون لك هذا اللي جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا عبد الله والله الميزان والفرق بين السنة والبدعة بعد الكتاب والسنة في من؟ الصحابة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. والنصوص اللي في القرآن، عشرات النصوص اللي في القرآن والله كلها تدعو إلى مثلية ما كان عليه الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد، يا عبد الله، كل من يؤمن بمثل إيمان القرآن، هذا كله قرآن، هذا كله قرآن. وشوف وشوف مثل ما قلنا، يعني اسأل أي فرقة اليوم من فرق الأمة كلها، ها القرآن قال لك مرحبا احنا وياكم على القرآن، والسنة قال مرحبا، والصحابة يقول لك لا آسفين الصحابة لا، هم لهم فهمهم واحنا لنا فهمنا. لا يا عبد الله، والله ما فهم القرآن ها مثل الصحابة، ولا طبق القرآن والسنة مثل الصحابة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم وأن يجعلنا مثل ما قال ربنا عز وجل، ها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان، من هم إخوان؟ الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، سبحان الله، نقتدي بهم نتبعهم. الاتباع، كل نصوص القرآن والسنة تدعو إلى اتباع الصحابة، في ما جاءوا بشيء فقط، فهموا القرآن وطبقوه، وفهموا السنة وطبقوا السنة.